معلش يلا ايه شوف تاني تاني بتصير ايه حاجه قرب عليها بقى قرب عليها زي ما هي كده امسك وسطها سيب سيب امسك وسطها ميلي بقى ميلي يمين امسك كده عريس حط ايدك في وسطها يا صاحبي جامد كده انا عايزك تميلي كده بالجنب زي ما انت حاطط صح مش هينفع حط ايدك من فوق بس اسمع كلامي ايوه ميلي كده بقى كده ايوه كده كفايه كده Thank you.